السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقاتنا، حلقات كورة سبورت. زي ما تعودتم حضراتكم، حلقاتنا فيها كل الحالات اللي تخص النادي الأهلي ورد على كل المرتزقة اللي بيهاجموا النادي الأهلي. لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. يلا بينا على الأخبار. مشهد وصول النادي الأهلي إلى مطار الدوحة لا يقل عن مشهد واستقبال وصول كبرى الفرق العالمية المصنفة في العالم إلى البطولات الدولية الكبرى، بالتوفيق للنادي الأهلي المصري في المشاركة العالمية. الحمد لله فريقنا وصل بالسلامة وسط استقبال تاريخي عظيم وحافل من جمهور النادي الأهلي المقام في الدوحة. طبعا الصور اللي قدام حضراتكم دي صور من الاستقبال الأسطوري والتاريخي لكابتن محمود الخطيب وبعثة النادي الأهلي. طبعا سريعا كده لعيبه النادي الاهلي هتدخل يعني في الفقاعه الطبيه وتخضع للكشف الطبي في مطار الدوحه طبقا للاجراءات الاحترازيه الخاصه باللجنه المنظمه. طيب والصور اللي قدام حضراتكم دي من الحاجات الجميله اللي موسيماني يعني اعطاها للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. اللعيبه بتشاهد مباريات الدحيل القطري وهم في الطريق للدوحه. النهارده اتحاد الكره يعلن 24 مليون جنيه تكلفة مساحات كورونا للاعبين حتى الآن وملتزمين بالإجراءات الاحترازية. طبعا مبلغ مبالغ فيه جدا، ولكن يعني يا ريت نشوف الكلام ده في الفار برضو، ما يتلغيش تقنية الفار. طيب كابتن علي ابو جريشة بيقول محمد محمود رحب باللعب الإسماعيلي ونتمنى موافقة رامي ربيع ومحمود وحيد على عرض الإعارة. طيب بالنسبة لمحمد محمود، محروق طبعا من كابتن علي ابو جريشة، كان بيشتغل معاه في وادي دجلة، فرد محمد محمود كان من باب الخجل والاحترام، لكن مفيش حاجة رسمي واللاعب رفض الانتقال للنادي الإسماعيلي. جيرالدو ينضم لصفوف أنقرة التركي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي بالتراضي. النهارده بايرن ميونخ بيعلن إصابة ثنائي الفريق ليون جوريستكا وخافي مارتينز بفيروس كورونا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية. ايضا مفاوضات مكثفه من الزمالك للتعاقد مع محمود رزق مدافع الاتحاد سكندري، والاتحاد يوافق بشرط الحصول على رزاق سيسي صفقه تبادليه. اللاعب احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي الشاب المعار لصفوف سموحه لمده موسمين بيبهر بيتسو موسيماني بادائه مع سموحه في مركز صانع الالعاب واتجاه لعوده اللاعب نهايه الموسم الجاي. كابتن محمود الخطيب بيعطي الضوء الاخضر للنادي الاسماعيلي لاستعاره 2 لاعبه في صفوف النادي الاهلي مجانا كهديه من المارد الاحمر للدراويش لانقاذه في موقفه الحالي. سريعا كده النادي الاسماعيلي يعين دراجان يوفيتش بدلا من نيرمين مدير فني لنادي الاسماعيلي. خناقه شغاله دلوقتي داخل مجلس اداره النادي الاسماعيلي، مجموعه عايزه المدرب دراجان ومجموعه عايزه المدرب نيرمين، بس دراجان الاقرب جدا حاليا. النادي الاهلي يصارع الزمن من اجل انهاء صفقه الموسم. كابتن محمود الخطيب يبدو كده ان الصفقه داخله على الفشل، وصفقه اللاعب الممتاز لاعب باك يمين وعالي جدا وعنده كوره ومستقبل النادي الاهلي في الباك اليمين طبعا خلفا مع محمد هاني، وهو اللاعب كريم فؤاد نجم نادي انبي المعار من نادي النجوم. طبعا خلاص باقي يوم او اتنين وغلق باب القيد رسميا، واللاعب طبعا هيفتقده النادي الاهلي مشوار لسه كبير جدا جدا، كنا في اشد الاحتياج طبعا بعد كل مباراه او في ظل اصابات الكورونا او اي اصابه لمحمد هاني نرجع نقول يا جماعه مش قلنا محتاجين باك يمين، مش قلنا محتاجين كريم فؤاد. ده اللي النادي الاهلي بيصارع الزمن خلاص مع نادي انبي من اجل انهاء صفقه الموسم. ايضا نجم فريق النادي الاهلي يرفض الزمالك ويتمسك بالنادي الاهلي. نجم النادي الاهلي المعار حاليا لنادي طلائع الجيش لاعب عمر جمال بيقدم مستوى طيب جدا ومستوى ممتاز مع فريق طلائع الجيش، ويرفض طلب الزمالك كبديل لمصطفى محمد. نادي الزمالك تواصل مع اللاعب عمرو جمال نجم النادي الاهلي طبعا في ظل المستوى المرموق المستوى الممتاز اللي بيقدمه اللاعب دلوقتي في فريق طلائع الجيش، ولكن اللاعب رفض حبا واحتراما لجمهور النادي الاهلي. الراجل عينه طبعا على النادي الاهلي، وفي اكتر من تصريح بيطلع يقول ان المدرب بيتسو موسيماني يعني كان عايزني بيتفاوض معايا في نادي السان داونز ايام ما كان اللاعب بيلعب في الدوري الجنوب افريقي مع فريق بيتفيست الجنوب افريقي، ولكن
اللاعب متمسك جدا جدا بالنادي الاهلي طبعا، بعد ما اصروا مسؤولي نادي الزمالك بقياده باتشيكو ان هم محتاجين اللاعب كبديل لمصطفى محمد. الكلام كله كان رايح على باسم مرسي، ولكن لسه منذ قليل نادي الزمالك بيعلن ان كان في مفاوضات مع اللاعب، ولكن اللاعب بيرفض لحد الان. طيب الاعلامي عمرو اديب طبعا بعد تصدر النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب الصوره بيقول ان مدرب الدحيل القطري في تصريح ليه انه واثق من الفوز على النادي الاهلي. فعمرو اديب بيرد بيقول له شكلك ما تعرفش اللدغات والضربات القاضيه بتاعت النادي الاهلي. طيب إقالة الهجاص رضا عبد العال من تدريب طنطا وتعيين علاء صابر خلفا له. طبعا هو طلع يقول مفيش فلوس وبتاع، ولكن هي إقالة. بعد ما حضراتكم شايفين كده قدام حضراتكم في الترتيب، طنطا حصد 7 نقاط فقط من أصل 30 نقطة خلال 10 مباريات، ويتواجد في المركز الأخير بمجموعة القاهرة. طيب عودة أحمد، كاس تعلق قرار فيفا بشأن إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الافريقي، وكشفت محكمة التحكيم الرياضية كاس اليوم الجمعة عن انها ستنظر في 2 مارس المقبل الاستئناف المقدم من الملغاشي احمد الرئيس السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ضد ايقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة، ما قد يسمح له بخوض انتخابات الاتحاد الافريقي يوم 12 مارس التي تقام في الرباط، حيث تقرر تعليق قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم. المحكمة أيضا أكدت في بيان رسمي أنها وضعت إجراء مستعجلا ويعني هيصدر خلال حكمها يوم 14 مارس وهو يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي. طيب رحيل نجم الزمالك ونجم والبحث عن مهاجم، دي طبعا أزمة في نادي الزمالك قبل إغلاق القيد. دي الأزمة طبعا اللي النادي الزمالك بيواجهها، والمدير الفني جايمي باتشيكو مدير الفني للزمالك بيقول التعاقد مع مهاجم جديد طبعا من اجل حل الازمه الهجوميه، خاصه وانها لا يوجد حاليا سوى عمر السعيد في مركز المهاجم الصريح. اما بالنسبه للاعب محمد ونجم لاعب الفريق، يعني جاله عرض من نادي نهضه بركان المغربي من اجل الانتقال اليه خلال الانتقالات الشتويه الحاليه، واللاعب يريد الرحيل ومصر على الرحيل بعدما ابتعد عن المشاركه بشكل اساسي خلال الفتره الماضيه. طيب نادي الزمالك بيتفاوض مع حسام حسن وباسم مرسي يضغط على النادي. نادي الزمالك طبعا دخل في مفاوضات مباشره مع مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه من اجل الحصول على توقيع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري قبل ساعات من غلق باب القيد، ولكنه فوجئ بطلب سموحه 40 مليون جنيه، وترى اداره نادي الزمالك طبعا ان هذا المبلغ كبير جدا في هذا التوقيت. وبعدها تحدث رئيس نادي سموحه عن بيع اللاعب لاحد الانديه المصريه. ايضا بالنسبه للاعب باسم مرسي يضغط بقوه على الانتاج الحربي للعوده لصفوف نادي الزمالك، ولكن كابتن اشرف قاسم مش عايز باسم مرسي يرجع تاني. بس اللي شايفينه دلوقتي ان باسم بيعمل كل المحاولات يعني عشان يرجع لنادي الزمالك تاني، ولكن ان شاء الله لو في جديد هنقوله حضراتكم. واصلا باب القيد خلاص مفيش 3 4 ايام وكل حاجه هتنكشف امام حضراتكم. اما بالنسبه لكابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، بيتطلع فريقنا الى دعم ومؤادره جماهيريه في المباراه التي سنخوضها امام نادي الدحيل القطري الخميس المقبل باذن الله، ولا شك ان هذه المباراه ستشكل اختبارا هاما في سعينا للتأهل إلى نصف النهائي البطولة ومواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا بإذن الله. طيب نظرة سريعة بقى على فريق أو نادي الدحيل القطري، نادي لوخية سابقا منافس النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. المدير الفني صبري ليموشي التونسي، مقر النادي في الدوحة، تاريخ تأسيس النادي عام 2009، البطولات اللي حصلوا عليها 7 كؤوس دوري نجوم قطر، 3 كؤوس كأس أمير قطر، 2 كؤوس قطر، 2 كأس الشيخ جاسم، و3 كأس ولي العهد. طبعا كلها زي يعني مش بطولات كبيرة جدا طبعا، ولكن هي كبيرة بالنسبة لهم في ظل ان النادي حديث السن، ولكن طبعا ما يجيش اي حاجة جنب جمهور وبطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي عمل لهم رعب وعامل لاي فريق في العالم بنلعبه رعب. ايضا قبل ما نلعبوا النادي الاهلي كلهم عارفين تاريخه،
والراجل لو بيطلع بتصريحات بيقول لك واثق من الفوز ولا حاجه، طبعا ده موسيماني هيعرف يرد عليه كويس جدا جدا، وده شغل موسيماني اصلا من قبل ما يعمله المدير الفني التونسي لنادي الدحيل القطري. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا، وباذن الله يعني يطلع بصوره مشرفه كده ان شاء الله في المراكز الثلاثه الاوائل باذن الله في البطوله، ويقدم مردود محترم جدا يحترمه الجميع طبعا، مثل ما فعل منتخب مصر لكره اليد في بطوله كاس العالم لكره اليد المقامه حاليا في مصر. بنتمنى ما نكونش طولت لحضراتكم، ويا ريت لو طولت بعتذر. شكرا لحضراتكم جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ان شاء الله لو في العمر بقيه نتقابل بكره باذن الله، اخبار جديده ان شاء الله ومشوقه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.